بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الطابق الأصفر بعد ما حلينا طابقين. طابق الأصفر أول حاجة أسوي علامة الزائد وهي كذا، أسويها هنا. توجد أربع حالات. الحالة الأولى تجيني مثل هذا، وقانونه زي هذا. الحالة الثانية يجيني مثل هذا الشكل. الحالة الثالثة نقطة. إذا جاني نقطة كرر هذه ثم هذه. هذا الآن في الطابق اللي لونه أصفر، لين أخلص كامل المكعب هذا قوانينه تماما هي مثل هذا المكعب اللي أخذناه سابقا. فالآن عندنا هل هذه نقطة؟ لا، لأن في مستقيم. هذا شاذ، ليس مثل هذا ولا هذا ولا هذا، شاذ. عندي هنا أصفر واقف، وعندي هنا أصفر وأصفر واقف، وعندي هنا أيضا أصفر واقف. طيب كيف أحل هذا؟ أستخدم قانون الشاذ. لكن قبل ما أستخدم قانون الشاذ على الجميع، أستخدم أحد القانونين علشان اللي واقف كذا واحد يكون مستوي ويقل عندي عدد القطع اللي واقفة، ثم أستخدم قانون الشاذ. هذا الوجه الأمام، ثم أطبق أحد القانونين، هذا أو هذا. خلنا نطبق هذا القانون. الآن طبق قانون أمام ثم فوق ثم يمين ثم فوق ثم يمين ثم أمام. لاحظ استوى عندي، باقي بس واحد واقف. تخلصت من البقية الثلاثة، صار واحد. الثلاث قطع صار واحدة، قطعة واحدة. طيب القطعة هذه تماما نفس القوانين هنا، استخدم عليها قانون الشاذ. قانون الشاذ هو اضع القطعة خلف، ثم اقول في الوجه الامامي هذا امام اتجاه يدي اليمين، ثم فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم فوق اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة. الآن شمال، هذا شمال عكس اتجاهي، ثم فوق اتجاه عقارب الساعة، والآن شمال اتجاهي، ثم فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، ثم فوق عكس اتجاه عقارب الساعة،
ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم ماذا؟ فوق اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم شمال عكس اتجاهي، ثم فوق مع عقارب الساعة، ثم شمال اتجاهي. لاحظ القطعة اللي كانت واقفة استوى. الآن عملنا علامة الزائد. نفس القانون اللي أخذناه هنا الشاذ تماما. عندي لتعديل القطع هذه وخليها كاملة مثل الطابق الأبيض، عندي 7 قوانين. نشوف هذه الحالة اللي هنا، هذه 2 معادلات، 2 معادلات. لاحظ هذه الحالة اللي أخذناها سابقا نفس هذه الحالة، والقانون نفسه. القطعتان أخذنا هذه سابقا، القطعتان المستويتان أضعهما شمال هنا، ثم أطبق القانون حقه. نفس الكلام هنا، القطعتان المستويتان أضعهما شمال وهذه يمين، ثم أطبق القانون يمين اتجاهي. أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين. لاحظ استوى الشكل. لو طبقنا نفس القانون على هذه راح تستوي. الحالة الثانية هذه الحالة، هنا مستوي هنا مستوي مثل هذه، هنا كذا، يعني قطعتان مستويتان قطعتان لا. أطبق القانون، أضع القطعتين المستويتين أمام شمال، هذا شمال هذه مستوية، وأضع القطعة الغير المستوية أمام يمين، هذه أمام هذا الوجه الأمامي، هذه القطعة مستوية وهذه غير مستوية، هذا أمام يمين أضعها هنا، بشرط في قطعتين، قطعة هذه والقطعة هذه، بشرط القطعة اللي تكون هنا تحمل لون الأصفر في الوجه الأمامي مثل هذه. أما إذا جبت هذه هنا ما تحمل لون الأصفر في الوجه، لون الأصفر مختفي، هذه ما تنفع. لا، هذه هذه هنا. ثم أطبق القانون التالي، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم ماذا؟ شمال عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين عكس اتجاهي. يا سلام، الآن سوينا هذه وهذه وهذه وهذه، هذا المطلوب، القطع الأربع، هذه قطعتين، باقي قطعتين نفس القانون أستخدمه راح تستوي هذه أيضا.
هذه الحالة الثانية. هذه الحالة الثالثة على شكل ثمانية، على شكل ثمانية كذا. إذا جاتني هذه الحالة ثنتين معادلات وثنتين عدلات، إيش أسوي؟ أضع شكل هذا هنا، ثم وهذا أمام، هذا أمام وهذا هنا يد اليمين، ثم أطبق القانون التالي: يمين عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، ثم ماذا؟ يمين اتجاهي، ثم فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم يمين عكس اتجاهي، ثم فوق عكس عقارب الساعة، ثم يمين اتجاهي، ثم شمال عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، والآن شمال اتجاهي، ثم فوق مع عقارب الساعة، ثم ماذا؟ شمال عكس اتجاهي، والآن فوق مع عقارب الساعة، وآخر خطوة شمال اتجاهي. يا سلام، هذا القانون. نروح للحالة الرابعة. هذه الحالة قطعة واحدة بس عدلة وثلاث معادلات. أضع القطعة هذه المستوية أمام جهة اليمين هنا، هذا أمام، أضعها هنا جهة اليمين، ثم أنظر الشمال هذه القطعة هل تحمل هنا لون أصفر؟ لا، ما تحمل، الأصفر هنا. إذا ما تحمل أطبق القانون التالي: هذا يمين اتجاهي، ثم فوق مرتين، والآن يمين عكس اتجاهي، ثم فوق مع عقارب الساعة، ثم ماذا؟ يمين اتجاهي، ثم فوق مع عقارب الساعة، ثم يمين عكس اتجاهي. لاحظ القطع الأربع جن في أماكنهن. الحالة الخامسة، ننتقل الآن للحالة الخامسة. هذه الحالة إذا جاءت قطعة واحدة عدلة وثلاث معادلات، أضع هذه القطعة هنا، ثم أنظر هل هذه تحمل في الجهة اللي أنا فيها لون أصفر؟ نعم، نفس الحالة السابقة، واحدة عدلة ثلاث معادلات، لكن الحالة السابقة هنا ما تحمل لون الأصفر، هذه الحالة لا، هنا تحمل اللون الأصفر. أطبق القانون التالي: شمال عكس اتجاهي، ثم فوق عكس عقارب الساعة، ثم شمال اتجاهي، ثم فوق عكس عقارب الساعة، ثم شمال عكس اتجاهي، ثم فوق مرتين، ثم ماذا؟ شمال اتجاهي. ننتقل الآن إلى الحالة السادسة. هذه الحالة جميع القطع مو في أماكنهن، عندي قطعتان بالشكل هذا المدحرج، وعندي بالشكل الثمانية. أضع القطعتان هذه اللي على شكل الثمانية شمال هنا، والقطعتان المدحرجة هذه أضعها يمين، ثم أطبق القانون التالي: يمين اتجاهي، ثم فوق مرتين، ثم ماذا؟ يمين مرتين،
ثم فوق مع عقارب الساعة، ثم يمين مرتين، ثم فوق مع عقارب الساعة، ثم يمين مرتين، والآن فوق مرتين، ثم يمين اتجاهي. ننتقل إلى الحالة السابعة والأخيرة. هذه الحالة جميع القطع مو مستوية، هذه على شكل ثمانية، أيضا هذه على شكل ثمانية. أضع اللي على شكل ثمانية هذه أمامي وهذه خلفي، ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي اليمين، ثم أربع حركات أكررها ثلاث مرات، وهي فوق مع عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، ثم فوق عكس عقارب الساعة، ثم يمين اتجاهي. هذه أربع حركات أسويها ثلاث مرات، سويتها مرة باقي مرتين: فوق ثم يمين ثم فوق ثم يمين، باقي مرة واحدة: فوق ثم يمين ثم فوق ثم يمين. الآن آخر حركة وهي أمام اتجاه يدي الشمال. يا سلام، هذه الحالات السبع لتعديل الأربع قطع الموجودة في هذا المكعب. ننتقل الآن إلى تعديل الألوان. أي ألوان اللي هنا؟ هذا أخضر، أحمر، أزرق وبرتقالي. هذه الألوان صحيحة، لكن لو لم تأتي هذه الألوان صحيحة راح ناخذ في حالتين، توجد حالتين راح ناخذهن إن شاء الله. الحالة الأولى هذا أزرق، هذا برتقالي، هذا برتقالي، هذا أخضر، أحمر، أحمر، يا سلام، هذا مستوي، أخضر، أزرق، المستوي أضعه هنا، هذا أمام، أضعه أمام جهة يدي الشمال، ثم أنظر، البرتقالي يبقى يجي هنا، الأزرق يبقى يجي هنا، الأخضر يبقى يجي هنا، إذن دوران عكس عقارب الساعة. وطبق قانونه وهو التالي: يمين مرتين، خلف مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين اتجاهي، ثم خلف مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين عكس اتجاهي. لاحظ الألوان استوان. هذه الحالة الأخضر في مكانه، أحمر مو في مكانه، برتقالي مو في مكانه، أزرق مو في مكانه. الأحمر يبقى يجي هنا، والأزرق يبقى يجي هنا، والبرتقالي يبقى يجي هنا. إذن دوران مع عقارب الساعة. أضع العدل هنا، ثم أطبق القانون التالي: يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، خلف مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين اتجاهي، ثم خلف مرتين، ثم يمين مرتين. لاحظ الألوان استووا في أماكنهم. ننتقل الآن لتعديل الأركان، ألوان الأركان، وهي آخر خطوة.
عندي لتعديل ألوان الأركان قانونين، قانون مع عقارب الساعة وقانون عكس عقارب الساعة. أحط العدل مثل هذه القطعة عدلة، هذه مو عدلة، هذه مو عدلة، هذه مو عدلة، هذه عدلة. أضعها أمام كذا، هنا أمامي، ثم أنظر. الأحمر يبقى يجي هنا، برتقالي هنا وبرتقالي هنا مع عقارب الساعة. وطبق القانون التالي، قانون طويل لكن لو طبقنا صغير راح ينكسر هذا ويصير مثل هذا مكسور، ما في فايدة، مضطر لتطبيق القانون الطويل. شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، ثم يمين اتجاهي، فوق عكس اتجاه عقارب الساعة. الآن أعمل جهة الشمال 5 مرات، شمال، فوق، شمال، فوق، هذه مرة، شمال، فوق، شمال، فوق، مرتين، شمال، فوق، شمال، فوق، 3 مرات، شمال، فوق، شمال، فوق، 4 مرات، شمال، فوق، شمال، فوق، 5 مرات. الآن أعمل جهة اليمين أيضا 5 مرات، يمين، فوق، يمين، فوق، 1، الآن باقي 4، يمين، فوق، يمين، فوق، 2، يمين، فوق، يمين، فوق، 3، يمين، فوق، يمين، فوق، 4، آخر واحدة يمين، فوق، يمين، فوق. يا سلام، استوى المكعب بالكامل. طيب راح ناخذ دوران عكس عقارب الساعة، القانون الأخير. الحمرة هذه تبي تجي هنا عند الأحمر، والحمرة هذه تبي تجي هنا عند الأحمر. البرتقالي يبي يجي هنا عند البرتقالي، دوران عكس عقارب الساعة. أضع العدل، وين القطعة العدلة؟ هل هذه؟ لا، هذه مو عدلة، هذه نعم، هذه عدلة، هذه قطعة عدلة. أضعها أمام هنا، ثم أطبق القانون التالي: يمين عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، يمين اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، ثم شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، ثم ماذا؟ شمال اتجاهي، ثم فوق مع عقارب الساعة. الآن اليمين راح أطبقه 5 مرات، يمين، فوق، يمين، فوق، هذه مرة، يمين، فوق، يمين، فوق، مرتين، يمين، فوق، يمين، فوق، 3 مرات،
يمين فوق يمين فوق 4 مرات، يمين فوق يمين فوق 5 مرات. الآن الشمال راح أطبقه أيضا 5 مرات، شمال فوق شمال فوق، مرة شمال فوق شمال فوق، مرتين شمال فوق، الآن شمال فوق 3 مرات، شمال فوق شمال فوق 4 مرات، باقي المرة الأخيرة شمال فوق شمال فوق. يا سلام، استوى المكعب، وهو مكعب فيه صعوبة نوعا ما، جميل مسلي.